ذكركم بالعواجل قبل قليل، بيان صادر من نادي الاتحاد يتحدث عن أنه ما نشر في صحيفة سعودية عن الكابتن فيصل الخراع ومن وكيله غير صحيح، والتوقيت كان غريب، وأيضا يلوحون بأنه راح يتخذون يعني قضايا سيتجهون للجهات الرسمية في بشكوى من قام بتأليب الرأي العام ضد نادي الاتحاد. حامد البلوي أيضا المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد يكمل حديثه معنا أمس. يعني اليوم أنت يا فيصل خراع أو محاميك اللي نجل الناس كلها ونقدرها، إذا كان هو فعلا أنت مسوي للتوكيل الرسمي، يعني إذا كان إحنا طلبنا الشيء هذا، أنه أنت الفترة هذه الستة شهور اللي ما بين الكفاءتين وينك؟ ليه ما جيت طلبت واشتكيت وتكلمت؟ وبالعكس احنا بالنسبه لنا ترى اللي يشوف له حق ترى احنا نقدره، بالعكس تعال اتبع الاجراءات النظاميه، بس الاشياء اللي انت اليوم تتبعها في الاعلام والتصاريح وهذه نادي الاتحاد، انا اقول لك يا ابو بدر يعني بكل امانه لن يترك حقه في هذه المواضيع، يعني كلها الاساءات اللي قاعده يعني انت اليوم اتهمت نادي الاتحاد انه اتجاوز في الامور هذه. اليوم لجنة الكفاءة المالية هي عندها الأمور كلها، عندها الأوراق، عندها الأمور، كل ما يخص هذه القضية يا أبو بدر ترى موجود عند لجنة الكفاءة المالية. أنا أكد لك اليوم، أكد لك أنه في بعض الأشخاص يا أبو بدر ما هم موجودين وصعب التواصل معهم، صدقني نادي الاتحاد صدق لهم شيكات وشيكاتهم موجودة عند لجنة الكفاءة المالية إلى الآن، وممكن تسألهم وتأكد عليهم. هذا الشيء اللي احنا ايش اللي نادي الاتحاد بالنسبة له وموقف في 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 هذا الموضوع. اذا فيصل خراع للشيء تعال توجه القنوات الرسميه وروح لها، اما الاشياء التصاريح والاعلام والاشياء احنا الاهداف هذه احنا نعرفها، ولا احنا خارجين من الملعب، احنا ترى تركيزنا في داخل الملعب. بس توضيحنا هذا يعني عشان اوصل للناس انه نادي الاتحاد تحت النظام، وعندنا ثقه في وزاره الرياضه، وعندنا ثقه في لجنه الكفاءه الماليه. اوكي نزعل منهم والضايق، ممكن اكثر واحد يتخاصم مع الاستاذ عبد الله كابوها انا، بس في النهايه ايش؟ هو عنده نظام وقاعد يطبقه. فهذا الشيء اللي حصل، اذا عنده شيء فيصل خراع او وكيله او عندهم شيء مع نادي الاتحاد من حقهم يتجهون للقنوات الرسميه، اما البربره في الاعلام وهذه ترى شيء عفى عليه الزمن صراحه.